اتحاد نادي مهم جدا في الكرة المصرية، والفترات اللي فاتت 3 4 سنين اللي فاتوا بيمر بظروف غريبة، يعني طول الوقت بيقعد في الدوري على آخر لحظة، يعني بيحصل نفس الدروب، ان النتائج في الآخر ان الفريق بيتعرض انه ممكن يبقى يتعرض لهبوط او يتعرض في المنافسة لتحت لأسباب كتير يعني احنا بنحلها. انا الفترة اللي بتاعتي السنة الموسم اللي احنا لعبناها او اللي انا جيت في آخر ماتشين بدأنا كويس زي ما انت قلت، وما ثم بدأنا الدوري نتيجة ان طبعا ما كانش في فترة اعداد، بدأنا بشكل كويس، لمينا الفرقة بشكل افضل، جبنا لعيبة اجانب فعلا على اخر لحظة في التأييد، يعني على السيستم قبل ما يقفل، وكان 2 من جامايكا اللي هو نانا وماريو، والاثنين يمكن انا وكابتن ابراهيم شفناهم، وكان يعني اول واحد كمان ابراهيم شافهم كمان واتفرجنا عليهم، وكان الاستجابه طبعا الاستاذ محمد مصيرحي بسرعه، لكن كل الكلام ده بسرعه، يعني ما كانش فيه وقت ان احنا ناخد نفس ان احنا نشوف ونجيب من اجانب داخل مصر او خارج مصر. اللي حصل لنادي الاتحاد ظروف لم يتعرض لها اي نادي في العالم، يعني خاصة لما موضوع الكورونا جت بعد ما بدأنا كويس زي ما انت قلت، في حوالي يعني أول مرة يبقى في 18 لعيب 18 عندهم إصابة عشان الكورونا، اللي البني آدم العادي عشان يعدي منها بياخد له مثلا حوالي 14 يوم راحة كاملة، ده البني آدم العادي. تخيل بقى لو لعيب كورة عشان يرجع محتاج 10 ايام على الاقل، عشان انت عارف يبقى في فتره اعداد قصادهم مش اقل من 3 اسابيع. احنا عملنا كل الكلام ده في اثناء الماتشات، يعني الاستشفاء اللي اتعمل دون، واللعيب بيرجع اول ما بيرجع من الاصابه من وهو قاعد في البيت بيرجع يتمرن مره يوم ولا اثنين ويخش الفرقه نتيجه ان انت ما عندكش حد. اللي حصل اكتر كمان ان انت دايما النهارده كل نادي في العالم بيعتمد على لعيب، مثلا اقول النهارده اللعيب ده هيفرق كتير مع برشلونه مع ريال مدريد مع الاهلي مع الزمالك اي فرقه في الدوري. النهارده سيسي كان فرق كتير جدا مع نادي الاتحاد الموسم السنتين ثلاثه اللي فاتوا، الاداء اهم لعيب سيسي من اول السنه حالته نتيجه تتحمل نفسه على نفسه في اصابه، اكتشفنا الاصابه نتيجتها ان هو عمل عمليه النهارده طول الشهرين اللي فاتوا. ايه الاصابه بتاعته يا كابتن؟ طلع فيه شرخ اجهادي ولا شرخ اجهادي في الصابونه، صابونه الرب غريبه ولا تحت الصابونه؟ لا في الصابونه نفسها. فدي طبعا كان بيلعب نتيجه ان هو اتاثر، ومستواه اللي الناس شافته مع في الفتره اللي فاتت مع نادي الاتحاد عكس اللي احنا شفناه السنه دي. هل كان بيلعب على اصابه قديمه سيسي؟ ما هو يعني عنده اصابه من زمان وبيشتغل عليها؟ واضح ان هو دي كان فيه التهاب، حاسس ان فاكر ان ده التهاب. وطبعا احنا الجهاز الطبي بتاعنا شفنا اكتشفنا عملنا له اشعاعات وعملنا نتيجه ان هو بينزل الملعب، يعني في وقت من الاوقات كنت بقعده بره هو مش قادر ابقى معاك، يعني روحه عاليه ان انا ابقى معاك لو احتجتني وانا في نفس الشيء انا محتاجه، لان ما عنديش يعني اللعيبه البدائل القويه. هو لعيب جامد الصراحه. ف يعني انا كنت اتعرضت لهجوم ان انا شايفين السيسي قاعد بره وشايفين السيسي بينزل ويغير يقول لك انت غيرته ليه، فالناس ما تعرفش ان النتيجه في النهايه زي ما انت شفت ان هو عمل عمليه. ثم كريم الديب من اللعيبه المهمه جدا طبعا اللي جاله رباط صليبي، وكريم ممدوح قبل ما الدوري يبدا بايام راح جاله رباط صليبي. اخيرا حسام عاشور ابتداء بعد القعده اللي هي قعدها طبعا قعد فتره طويله ما لعبش في النادي الاهلي، رجع وعنده عزيمه يعني من اللعيبه اللي فعلا يستحق المكان اللي هو فعلا وصل لها دي، يعني دي بالمناسبه ان انا لعيب يعني على مستوى عالي جدا من الالتزام والخلق وقاعد يمكن من اللعيبه بعد ما بيرجع قاعد في بره في الماتشات شغاله وبيسخن ورا الجون او في الاحتياطي وما نزلش كتير، وكان عنده صبر وان هو عارف ان هو راجع، فابتدى يرجع في مستوى كويس. ثم جاله رباط صليبي تاني في الفتره دي. في الاصابات بتاعتنا مش لعيب مثلا بيتعطل اسبوع او شهر، لعيبه نهايه الموسم. بس انا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انا ملاحظ حاجه والله فكرت فيها وانت بتتكلم دلوقتي. اتفضل. انا ملاحظ ان اكتر لعيبه في مصر بيجي لها رباط صليبي اللعيبه اللي بتلعب على استاد اسكندريه.
يعني فرقة سموحة في 9 صليبي تقريبا. انا مش عارف هل في حاجه سليب الملعب، مش عارف انا مش عارف. لان انا انت حضرتك دلوقتي بتكلمني في اكتر من اصابه في الركبه في الصليبي، وبتتكلم سموحه في سنتين 9 تقريبا 8 او 9 صليبي. هل الملعب ممكن يكون ليه حاجه الاثنين من ضمن الاثنين اللي جات لهم الاصابه يعني حسام عاشور وكريم الديب في الاستاد اسكندريه في ممكن انت حاسس ان ممكن، بس خلي بالك ان ممكن نكون النجيله مثلا في فيها حاجه وارد يعني وارد. بس انا يعني الموضوع سوء بدلك بالنسبه لنا كبير جدا يعني، او سوء توفيق لينا يعني. ما بتحصلش ان انت لعيبه مهمه، انت عندك مثلا الاهلي والزمالك عندهم يقول لك مثلا سياسي او طارق او النادي الاهلي النهارده بيقول لك قفشه ما لعبش او نبيه او علي معلول، هتبقى مشكله. فما بالك رغم ان انت النادي الاهلي والزمالك عندهم كم كبير من اللعيبه المحترفين، زائد القطاع الناشئين عندهم يعني ممكن يضخ لعيبه في اي وقت. فانت النهارده سيسي مش موجود، حسام عاشور، كريم الديب من اللعيبه المهمه جدا، كريم ممدوح اللي احنا رجعناه وكان لعيب مهم، كل الناس دي مش موجوده. زائد ان انت بتلعب يعني حاجه الناس ما تعرفهاش، انت بتلعب بحارس مرمى واحد صبحي، محمد صبحي، اللي هو يعني كمان ده الجون الرابع او الخامس لنادي الزمالك، خدناه اعاره ان شاء الله. انت كنت في الاول عايزين عواد صح؟ يعني الاول كان عواد، وعواد رفض بسبب المقابل المادي، مقابل يعني ليه مستعد كبير عند نادي الزمالك، فانت مش هنقدر نادي الاتحاد يقدر يدفعها. طب ممكن هسالك سؤالين في الناحيه الفنيه من ناحيه الاتحاد. هل انت شايف او بتتفق معايا ان الفرقه اللي فيها لعيبه معارين كتير في نهايه الموسم اللعيبه دي غصبا عنها بتفك منك؟ مظبوط. لان بيبقى بيفكر في ناديه راجع ولا لا، في مستقبله مع الفريق. هل مع تكرار تكرار ان شاء الله وجودك في النادي الاتحاد الموسم القادم هتبقى عايز ان اللعيبه تبقى انت النادي الاتحاد هو اللي بيمتلكها؟ اتمنى طبعا.